السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوخديج زاكر. أنا أشاهد لأبي. أبي في داخل السجن. أنا لا أعرف هو حي أم ميت. أبي جاء إلى السعودي قبل 5 سنة. بعد الرجع دخل في السجن. الآن لا أعرف هو حي أم ميت. يا أيها المسلمون، ما الذي غيركم تنسون إخوانكم الذي في تركستان الشرقية الأويغور؟ هم في داخل السجون، هم قتلوا وأحبسوا وأعتقلوا في داخل السجون، هم عذبوا بالعذاب بكل أنواع العذاب بسبب الصلاة والصيام وقراءة القرآن والحج والحجاب واللحية، والآن أيضا هم في داخل السجون. يا أيها المسلمون، هل تخشون من الناس؟ وهل تخشون من الظالمين؟ هل لا تخافون؟ وهل لا تخشون من الله الذي يمسك السماوات والأرض ويرسل بلاء أشد العذاب والبلاء؟ يا أيها المسلمون، انصروا إخوانكم في التركستان الشرقية. يا أيها المسلمون، انصرونا وساعدونا، انصرونا وساعدونا لكل أقربائنا ولكل المسلمين في التركستان الشرقية أويغورية. والآن أيضا هم في داخل السجون، هم بقوا وعذبوا في داخل السجون، هم بقوا بين فيروس الذي يسمى كورونا، هم قتلوا في داخل السجون. يا أيها المسلمون، نطلب منكم بالدعاء ولو بكلمة. يا أيها المسلمون، ساعدوا لإخوانكم الذي في التركستان الشرقية، ومن الذي نصر المسلمين وإخوانهم في التركستان الشرقية ينصر الله في الدنيا والآخرة. نطلب منكم بالدعاء ولو بكلمة، نطلب ونرجو منكم أن تقفوا لجنبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.